لا كسبة، شكون منا اللي ما يعرفهاش؟ مكان شعبي اللي يجي لبقاع الناس من دزاير ومن الخارج، ويجيو له الناس من كل أنحاء باش يفيزيتيوها. في أحد أيام الصيف تفهمنا مع صحابي روحو حنا تنفيزيتيو هاد المكان التاريخي. كنا مع قيد وكان يحكي لنا على كل بلاصة وش فيها من حكاية. أنا سختا مومو جوزنا من مكان خاص بالفنانين والحرفيين. كنت كوريو ودخلت عند واحد منهم، لقيت حاج خدام لتماك. بديت نقصر مع هاد الاختيزون وعجبني بزاف في لافاسون اللي يخدم بها والحب اللي عنده للممارسة ديالو. بفضل هاد الفنان جاني حب اكتر للاباسيون ديالي اللي هي لا فوتوغرافي. العريبي رشيد كمال، طالب جامعي ومصور هاوي.